أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التسمي بملاك وأبرار؟ ملاك هذا اسم الملك، الملاك هو الملك، لا يجوز يسمى البنت باسم الملك، لأن هذا يضاهي قول المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، الملائكة يجلون ويعظمون عن هذا الشيء. والثاني أبرار. أبرار لا أعلم ما يمنع من هذا، لا أدري أو لا أعلم ما يمنع من هذا الشيء. نعم.